بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام الدمان ومضي إذا ملك استجوكتان أي هوب دمانتين اللذنتين عاف ماد قبطان نم عايسنتين ملك استحيلي كستا إيا ساعد كستيدين تهينا الله سبحانه وتعالى دكو حفتي ويلكم باك سو دواد وينك يسكو تون لقنا إيا نظر فيديو مع عاف ماد قبطان من نم عايسنتين إن شاء الله بإذن الله يكرن دمان ولا الله كذا لك سو بيرو ويلكم سو دواد ميل إذا كتشعلي هاي ولا الله يجهر ويلكم باك دمانتين ومهتنتين جزاك الله خير. فضلا أس أولويز فيديو كلايك تسارة أضي أن يديكم هذا إللي أنتي نلاقي تسارت بليز لقت نصارة نشيك هو الأي نوت هاي إذا كان أول وين أيان يديكم هاي إن شاء الله أضي يدوم هاد سنتين تساك الله خير بشي سبتمبر أي إنه نور على طاي وقت يقصو أرتي ما أنت سبتمبر ليه أي أنا غن نوت هاي عن فيديو قدو بيو ويجو جهر يو سبتمبر بين كوتشنا بجت كي ملا سمعي دقالي هي ملو ديار كروبي سيدوك لسبتمبر أنا غي سكولة دي أيال قوة نقطي إنك استيكو حرام تكونية دقائبتود ويك كان أنا جالس كل هذا ولا أقول نقطة ويك هرتة بقى نقطة وحين أقول هاي مرة والبا بيشة مرك عروض يسقول كنا قنا يعني إن هذا وقت هذا قال سنة كعروض هلا ما دام يسقول كيلو بهاي هبدي يسقول كبوجا كتير قال ما دي در الصب مرك مؤدير كرونا مس بيشة مرك إذا لا تأيي نقطة بحلينا وحن مهمة قفك وين أقول هاي قفك استوى إن جم دوا عروض لا مرك عروض يسقول كي كنا قنا إذا سيسن كست عروض يسقول كنا قنا إسا إن أيوبها إن خرش كاجليو مركا هدي هذا نديار كروبن خلت كأديك عياله سبب تواد أكتها إن عروتي سكول كونو قنصو وحي سنة كهر أي هايستن وحلم دا أيوبها يهين مركا سدابا لو نديار كروب مركا عروها سكول دو كونو قنيان وإن العقل روسي سيف كريس عاد أي عروتو إكسبنسو وطاي وحنا لقا يابا إن أي أديكو نديار كروبن كسوفوت سابتو سو إن شاء الله بدم الله كرين مركا ستواد وحشيت سي آذن هادو وكلين أنا رأس كوكو نقول بالوالب وحي روسي سيف كري هادي أتوقف أود أو سبتمبر مركا لكارا مركز كوكا عروت الوفر لعك أود أو ديارنا الحمد لله إلهي كو بركي لكن هادي أتوقف تدك انتو دبطن في عن إنا بالوالب إي روسي سيف كري سي مركا أي حدو تتمادو أدو حوها يساتي إن شاء الله بيد ملاك ري مركا ما أنت بيشي سبتمبر ما دامينو رالك عروري سكولة دي نوغو نقطين لأنو إن شاء الله بيد ملاك سيدي نبا وح مهيمة مروربا إنينو نهاي داد خورو سعودا إنينو نهاي داد بلان لي داد وحقب سكري إن شاء الله ما دامين بيحسو بنو بلوتي وحان دي لقيب سانية أفر الشيء مهيمة أو إنو وضا شقيني هيدا ما أنتين أنا نسي في عاني يقول شقي مركا وقوه ريسا ود أكتين how important ويه يعني كبتشت يعني بدور إداوتنا أد بتشت كحيسان أما إنه وده باهن هاي مركا مركا وجوه رئيس حول هنا وين إنه بتشت كرنا تاس وح إنه كفتر أما إنه مسكرين كرنا ما وح إنه نقدر إنه باهن هاي أما 1 مليون دولار هكو سوكل أما 10 دولار هكو سوكل بتشت وح إنه باهن هاي سو بتشت مرو البحر نمبر 1 بينويه مركا وجوه رئيس وجوه ليميت كاجا قف كستو بين أني أدوك إله حوليه ليميت wuxuu gaari kar iyo waxaanu gaari karin maxay tahay limitkaagu maxay tahay xadka kugu sareeya ama kugu hooseeya aad gaari kartid maxay tahay xadka kugu badan oo waxa aad wax ku isbindi karaan kartaa maxay tahay xadka ugu yar oo aad meel gelin kartaa maxay tahay xadka ugu badan oo aad qofsiin kartaa maxaa qofsiin kartaa xadkaagu muxuu yahay qof bin aad ugu hadayna limit lahayn inaga muslim diinteenu derbi way ayna dhaafi karin soo xadka ayaa ina qabanaya hadaynu muslim diinteenu ku dhaqanno waxaa jirta derbi ayna dhaafi karin oo diinteenu inuu kala soono mar wax samaysid unless aad ku tala gashid derbi ayaa ku soo celinaya marka bini'aadni hadaynu waa inuu leenahay derbi inuu soo celinaya had baa jirta inuu leenahay muxuu yahay limitkaagu how much baad rabtaa inaad spend karisid maxay tahay shay ama wax aanad xadkiisa aad ogtay markaad aad og limitkaaga ogtay haddaan maanta anigu ogahay inaanan awoodin vacation $5,000 waan ogahay taas $5,000 vacation ma awoodo hadda miyaan awooda miyaan awoodi doonaa I know limitkayga marka waxaan raadsanayaa limitkayga waxaan ogahay inay tahay ka soo qaadaba $1,000 so I know those $2,000 in uu vacationkaygu ka yaraado way intaas ayaan awooda marka limitkaagu muxuu yahay marka ugu horeysa haddaad rabtid noloshaada horumarkeeda oo waxa limitkaagu yahay ama lacag ha noqoto ama dulqaadkaaga ha noqoto ama qof aad dulqaadan kartid ama waxaad bixin kartid ama waxaadan bixin karin ugu limitkaaga muxuu yahay limitkaagu markaad ogaatid limitkaaga bini'aadniga dhan xataa isku ma dhacdhacaysaan qofkaad wuxuu awoodid wadsiin laakiin waxaad leedahay xad aadan dhaafi karin waa derbiga ku soo celinaya soo ugu limitkaaga ugu xadka aanad dhaafi karin labaad waxa weeyaan mustaqbalkaaga ha kuu noqdo priority
مستقبلك وما هكلي العق وحكستي نقوقرته واختلاقة تيم كاجة عروت هذا دقال هذا هرمر كاجة وحبرشة هذا وبحي أديك مستقبل كاجة إيه فاملي كاجة هكون نقطة بيورتي ومركز أكتاي شيء كذا ما أنت هدار وجهه إنها شقته ينا سهرة للسوشيال كويس وحنو جه بيورتي كيقول إنها شقته إن أنا عروت هذا سكول كسوقاته إن أنا كوفي هذا حنوجه إنه بيورتي إيه إن العروت هذا سكول كسوقاته كبعد أن أكون حنوجه المهيجة إن أنا وحبرشة دوره مهم إيهين وحنوجه العقد الأرك أن أكون رجيو إن يكون مهم سنتبه العقد عن تدو مركه أقوى وحب بيورتي كاجا مستقبل كاجا هكون نقد وحب بيورتي نروش هذا نروش فاملي كاجا مستقبل كاجا وحي هذا جدا فاملي كاجا وجود فيوتشر كاجا هذا سيتد قصارى يا كاجا إيماني سو أقوى نمبر تو هكون نقد لايف كاجا مستقبل كاجا بيورتي هكون نقد وحي هكون كنا قيب سنة دان سي أو حسب هذا دكتور بيورتي كاجا سكندري وحان نقول كريه وحيا بيه كانوا عاديها لكن مروبا وحان مستقبل كاغا وهادي اد سيكتيد قصارك وإيماني بيورتي هكونا بسو تاسو نمبر تو تاسد حاد حوي نفتا دا وشيك رونتا نفتا دا هؤواتو ويحي عادة وودد يو ويحي عادة نوودد يو ويحي عادة قبان كارتد يو ويحي عادة قبان كارين خيالي نفتا دا كدادين وح عادة سماين كارين ها سماين ninkaagu waxaanu samayn karin hayska dhaadheen oo hoob kareen oo hayska dhaadheen maxay tahay adiga realityga naftaada runta u sheeg ugu waxa aad qaban kartid iyo waxa aad qaban karin ugu waxa aad haysatid iyo waxa aad haysan karin waxaan haystaa waxaan ma awoodo waxaan qaban karaa waxaan ma qaban karo waxaan hadda ma samayn karno laakiin tomorrow waxaan samayn karaa soo mar walba runtaada naftaada runta u sheeg nafteena wax badan waxaan ku dhaadhicinaa khiyaali waxaana sameyn karnaa beenu waxaana sameyn karnaa waxaana sameynin beenu nahlawaan sameeyay waxaana awoodin beenu nahlawaan awoona meel ayna angeli karin beenu isku dhuujinaa wax ay soo nafteena always runta ayuu sheegnaa waxaan wad qaban kartaa waxaan ma qaban kartaa waxaan maanta ii masuul toobayaan waxaan maybe tomorrow so always runta nafteena ayuu u sheegno runta markaad naftaada u sheegtid waxyaabo badan ayaad ka tagtaa wixii simple iyo wixii aad qaban kartid iyo wixii marka ku anfacaya oo realityga aad ogtahay laakiin markaad naftaada khiyaali ku maawalisid oo been iyo bal ka dhaadhicisid oo waxaan jirin aad iska dhaadhicisid delusional aad noqotid nafta iyo beenta ayaa maskaxdaada gelisa oo waxay noqonaysaa inaad ku noolaatid nolol khiyaali laakiin realityga markaad ku nooshahay oo naftaada runta u sheegtid waxaad noqonaysaa qof og wixii run iyo wixii khiyaalati marka waxay noqon kartaa kala hadda waxa laga yaabaa runta marka nafteeda u sheegay kala waxa laga yaabaa inaan rabo TV weyn inaan soo gato TV gas waxaan rabaa TV weyn baan soo jeclaaday oo $3,000 $2,000 $1,500 ogahay inaan la noqodin marka si kastan TV ga u jeclaa weyn nafteeda u sheegay rada nafihi TV kan ma awoodno faraha ka guriga weyn oo halka xafada ku yaalan maan walba eego oo ogahay ma awoodno soo nafihi hay ma weelin yaanan waxaan angeli karin aynan angeli soo naftaadu way ogtahay inaanan TV ka hadda awoodin soo realityga naftaadu always runta u sheeg no matter how hard I try even haddaad wax aadan awoodin aad qofka ku kala dhimanaysaan runta naftaadu u sheeg nafihi waxa maanta ma samayn karo ta kale oo ah sideedaba waxaynu ognahay nolosheena marka kharashkeenu uu kor u bato waxaa suurtagal ah in lacag badan aanay ku soo hadhin soo mar walba haddaad aragtid lacagta aad ku noolaanaysid iyo kharashka kaa baxa inay badan yihiin ku muhiima laba masalo inaad samaysid ama in aad kharashkaaga yaraysid oo aad meelo badan ood u baahnayd aad guysid ama aadan awoodin oo tiraahdid maxaa ii muhiima kee anigoo kale hadda kabel malihi waan ogahay kabel lacagtaas aan kabelka gelinaya inay tahay nonsense berigii hore waxaan bixin jiraa lacag $160 marka moor aad kharashkaaga yaraysid waa moor lacag ay ku soo hadho kaba soo qaado kale kharashkaaga u badan oo la meelo badan wax ka goyn karin kabelka kale ma goyn kartid marka waa inaad samaysid sidii aad lacagta ku badin lahayd ma shaqaynaysa maxaad qaban kartaa markay noqoto budgetka ama markay noqoto dhaqaalahaaga ogow meesha aad wax ka goyn kartid iyo meesha aanad wax ka goyn karin haddii kharashkaagu uu mar walba bato haddii biilasha gurigaaga ay bataan isweydii xaggee baan wax ka guriyaa xaggee baan wax ka sayf karan karaa maxaa ii muhiima innagana fo waxaynu muhiimadeenu waxay tahay inaynu kharashka inaga baxaya oo aan loo baahnayn aynu yareyno kaba soo qaadoo kale marka haddii kharashkaagii aad yareyn kari weydid muhiimadu waxay tahay okay sidee ayaan lacag kale ku sameeya marka kusoo gasho aada isku daydid lacag ka badan inay kusoo gasho ama aada shaqaysid ama aada business wuxuu si lacagtaadii
wax kaaga soo xaraan taas hadaanay suurto ka lahayn oo aad shaqaysan karin ama qofku biilka kugu soo dira aanu lacagta in badan ka kugu soo tari karin oo biilka lacagta lagugu tala karo aanu qofku wax ka badan aanay kusoo gelin adigu isweydii maxaa waxaan mar walba inoo idhaahdo maxaa kuu muhiima sidoo kale waxaad samayn kartaa internetka kugu jira how much money baad u baahan internetka kugu jira qaali miya miyaad u baahan tahay ma yareyn kartaa lacag ka yar ma bixin kartaa marka isku day kharashkaaga in aad yareysid labada masalo oo keliya aad samayn kartid marka kharashkaagu uu badan yahay oo lacagta kusoo gasha ay cidhiidhi kugu tahay waa inaad ama kharashkaaga yareysid ama lacagtaada aad badisid inta badan waxaa suurtagala dadku inay qaybtood aanay awoodin inay lacagtoodii badiyaan ama shaqo kale ay aadaan ugu lacagta aad diraysid qofku runtii ma u baahay inkastoo lacagtu ay sadaqa tahay laakiin ma kaa go'daa sidee baad labadaba isugu wadi kartaa kharashka ma yarayn kartaa mise lacagta ayaad badin kartaa soo haddii aad lacagta badin kartid waa faa'iido aada u weyn lacagta kusoo gasha badi shaqay inkama kale kusoo galo business whatever noqoto part-time shaqay haddaana ahayna isku day inaad kharashkaaga yareysid sababtoo lacagta kaa baxaysa waa lacag aad safe karaysan lahayd waa lacag aad ugu leedahay insha allah bidmillahi karim tibiskani waxyaaba badan oo aniga aada ii faa'iideeyay weeyaan insha allah bidmillahi karim ilahay waxaan ka rajeynaya idinkana inay idiin anfacdo sidoo kale wax kasta oo walaalayaal inagu soo socdo aynu bajet karayno so intaynu video kale ku kulmayno kheyr ayaa idin rajeynaya insha allah bidmillahi karim dhammaan walaalahay waa mahadsantihiin jasaakallah kheyr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu